شوف هذا طبعا بيضه اختي، طبعا هاي المغامره الثانيه شباب. شوف وين بيضه، والله فد شيء، شوف الجمال. شلون حلوه كسرهن، كلش حلوه. لا اخطي توها طارت الامان هسه، بس مكانها كلش مرتب. شوف وين بقى مرتب والله، لا حيوان يوصلهن، لا لا ما أبد. والله بس خوفك من هاي الجهال تجي، خاف. هذا بس ما حد يجي ريال تحتي. والله شباب طبعا هان المكان طبعا كلش يعني خطر، هذا المكان بيت هذا المسكون. راح نسوي لكم بي مغامره ان شاء الله نفس اليوم، راح نشوف شنو الوضع. شوف نرجع علي مسكون. اي مسكون قالوا علي، يقول مسكون بيه هنا مشانق بيه كل شيء. شوفوا هذا البستان كلش خوف، كلش خطير هذا البستان، خاطر خاصة هذا بالليل استنى المغرب. شباب يلا باي شباب، نرجع لكم غير وقت. يا شباب شوفوا مال البلبل هاي، شوفوا نظامه مكان وقت شيء كلش حلو. ليش والله مكان كلش حلو. سبحان الله شلون الحيوان، شوف ما وين، شوف مظلم دوم ولا نوصل له. ليش يلا نروح شباب.